السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الفضليات، إخواني الأفاضل، معلمي ومعلمات الصفوف الأولية، حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتظر دقائق قليلة إلى أن ينضم أكبر عدد ممكن من الأخوة والأخوات، ثم نستكمل إن شاء الله. حضر عدد ليس بالقليل، سنبدأ إن شاء الله على بركة الله الآن. وبسبب أن البعض لم يحضر اليوم الأول، إن شاء الله نحاول أن نراجع على محتوى اليوم الأول على وجه السرعة، ثم ننتقل إلى محتوى اليوم الثاني إن شاء الله. في اليوم طبعا من توجيهاتكم وصلني من بعض الأخوة والأخوات السماح بالدردشه، يعني الغرف النقاش او اقصد الشات، نقدر نكتب ونشارك اذا في سؤال، في اي توضيح او اي شيء، او انا سالت سؤال وابحث عن اجابه، او احد المشاركين ممكن يشارك من خلال الدردشه، هذا مسموح يعني ان شاء الله، يكتب اي شيء، في اي سؤال، اي استفسار، اي مشاركه يتفضل، مشكور بالكتابه في الشات. في اليوم الاول على وجه السرعه أخذنا بعض النقاط الهامة في الطريقة الصوتية تحت عنوان الوعي الصوتي والتحليل الصوتي. تعرفنا أولا على مفهوم القراءة، يعني مهم جدا نتعرف على مفهوم القراءة ونعرف ما معنى القراءة حتى نستطيع أن نعلم القراءة، بداية أن نتعرف معنى القراءة. وعرفنا أنها عملية، فيها عملية ميكانيكية وعملية عقلية. الميكانيكية مجرد تحريك النطق، أعضاء النطق بالحرف، والعقلية فهم وربط الصوت بالرمز المكتوب وفهم ما وراء المعنى، أو الفهم المباشر والفهم الضمني أو غير المباشر. عرفنا أيضا في اليوم الأول على مكونات القراءة، تعرفنا على مكونات القراءة. مكونات القراءة إذا لابد أن أتعرف عليها، ولابد أن أسعى إلى تحقيقها. في أول مكون أساسي من مكونات القراءة قلنا الوعي الصوتي، أن أأسس في الطالب معنى الوعي الصوتي أو مهارة الوعي الصوتي، أن يكون الطالب لديه وعي صوتي. وعرفنا من خلال الوعي الصوتي أن لي 5 مستويات بنتعرف عليها. بعد تحقيق الوعي الصوتي، والوعي الصوتي لا يتحقق في مدة محددة بل يستمر على مدار العام، الوعي الصوتي، المبدأ الأبجدي، تحقيق المبدأ الأبجدي إلى آخر حرف في الحروف، إلى حرف الظاء آخر حرف. المبدأ الأبجدي معناه ربط الحرف بصوته، أن يحصي الطالب جميع الحروف بالرمز أو شكل الحرف في أماكنه المختلفة في الكلمة، واسم الحرف وصوت الحرف
أو أصواته المختلفة حتى يتكون لديه المبدأ الأبجدي. المبدأ الأبجدي اللي هو الحرف، ربط الحرف بصوته، هو اسمه جيم، ولما نحط عليه فتحة يصير جا، جو، جي مع الأصوات الطويلة والسكون. الطلاقة، الطلاقة قراءة كلمات غير مألوف. يتكون عنده الوعي الصوتي ثم يتكون المبدأ الأبجدي. إذا تكون الوعي الصوتي ثم المبدأ الأبجدي يصبح لديه طلاقة في القراءة، قلنا يستطيع قراءة كلمات غير مألوفة. الحصيلة اللغوية، إذا قرأ كلمات غير مألوفة بيتكون عنده تفسير لكلمات كمعاني، يعني يقدر يفسر الكلمات اللي بيقرأها أو بيشوفها ويفسر معناها. بعد قراءة عدد كبير من الكلمات غير المألوفة ممكن يتكون عنده الحصيلة اللغوية لدى الطالب. آخر مكون إذا وصلت له معناها أنك وصلت إلى الهدف من تعليم القراءة وهو الفهم، وهذا اللي حصل في الفهم القرائي من العام الماضي. تم التركيز على الفهم القرائي كمكون هام أو يعتبر قمة تعليم القراءة، أنك توصل بالطالب إلى ما نسميه بالفهم القرائي. والفهم القرائي المقصود به قراءة الفقرة ثم فهم المعاني المباشرة والمعاني الضمنية للفقرة أو القصة المكتوبة. ركزنا على الوعي الصوتي في اليوم الأول، وعرفنا أن الوعي الصوتي له 5 مستويات بيتم تعليمها للطالب من أول يوم، يعني ممكن من أول يوم ودخول المدرسة في بداية العام، وممكن قبل المدرسة، وإذا كان قبل المدرسة يكون أفضل حتى يتشكل لدى الطالب تلوين صوتي. وعرفنا معنى الوعي الصوتي أن الطالب يكون لديه معرفة أو عارف أن الكلمة المسموعة عبارة عن المسموعة، أقول لأنه لسه في بداية حياته التعليمية، الكلمات المسموعة أو المنطوقة ما هي إلا مجموعة أصوات، إلا عدد من الأصوات. أول مستوى عشان يتحقق هذا المفهوم أن الوعي الصوتي لدى الطالب يعرف أن كل كلمة منطوقة هي عبارة عن مجموعة من الأصوات، باختصار، اختصار للوعي الصوتي، الطالب يعي أن أي كلمة يسمعها هي عبارة عن مجموعة من الأصوات. كيف يعي ذلك؟ من خلال 5 مراحل أو 5 مستويات يتعامل مع بها المعلم مع الطالب. أول مستوى قلنا الوعي بالكلمات المتشابهة في الإيقاع والقافية، ما بتكون صعبة على الطالب لأن بستخدم كلمات موجودة في حياة الطالب وعرفها من خلال خبراته السابقة، شطة شطة بهذه الطريقة، وعرضنا كلمات كثيرة في اليوم الأول. المستوى الثاني كان الوعي بالمقاطع التي تتكون منها الكلمة، يعني يعي كم عدد المقاطع المسموعة في كلمة ليمون. لما تقول له ليمون، ليمون يرفع كم إصبع؟ يرفع 3 إصبع. لديه وعي بالمنطوق، إذا سمع كلمة يستطيع أن يحللها إلى 3 أو 4 أو صوتين حسب الأصوات المنطوق. طبعا الأصوات نعني بها صوت المنطوق ولا نعني بها الحرف المكتوب. الطالب إلى الآن في المراحل الأولى، يعني أول دخوله أو أول حياته التعليمية، ما بيعرف حروف. طب ممكن نستغل الوعي الصوتي الآن؟ قلنا فعلا نستغل الوعي الصوتي الآن في الكلمات الموجودة بالفعل في الدروس، وننفذ من خلالها 5 مستويات للوعي الصوتي. دمج الأصوات لتكوين كلمات، تعطيه الأصوات هو يطلع لك الكلمة أو يركب الكلمة كاملة. المستوى الرابع كان تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع، مسلم، مسلمو، مسلمو. المستوى الخامس والأخير كان التلاعب بالأصوات. الوعي الصوتي يصل إلى أعلى مستوى إذا حدث أو إذا تم إيصال المعلومة للطالب، يستطيع أن يتلاعب بأصوات الكلمة. طبعا الطالب المتميز اللي ممكن يصل إلى هذا المستوى. طب إذا ما وصل للمستوى ده، يكفي أن في البداية أن احنا نعرفه أنه عدد أصوات الكلمة، أنه يوصل للطالب معلومة أن كل كلمة عبارة عن مجموعة أصوات. المكتسبات اللي يكسبها الطالب سواء كانت المستوى الأول أو الثاني أو الثالث يكفي. ما وصل للمستوى الخامس يعني صعب عليه، يكتفى بالمستوى الأول والثاني والثالث،
مو شرط ان انا اضغط عليه الى ان او ما قدرت اوصل له فكره ان تلاعب بالاصوات او اصبحت صعبه على الطالب اللي هو متوسط او دون المتوسط، نقدر نقول ايه نعديها، يعني ممكن ما نركز على التلاعب بالاصوات لان ربما تكون صعبه على بعض الطلاب، لكن الطالب المتميز ربما يكون بيستخدمها في حياته هو ما يعني ما يعرف اسم المهاره. التلاعب بالاصوات الرمال لو غيرنا ري تصير ووضعنا بدل منها صوت جاء تصير جماله، صوت كا كماله، عو عماله، ونغير الكلمات ونغير فيها المبادئ اللي تكلمنا عنها في الوعي الصوتي. طبعا اللي حضر اليوم الاول الفائده تكون افضل واكثر لانه كان الكلام باستفاضه. بعد ذلك انتقلنا للتحليل الصوتي وعرفنا مبادئ التحليل الصوتي، المقطع الساكن ومقطع المد بنسميه مقاطع صوتيه، والصوت اللي هو الحرف مع حركه بدون مقطع ساكن او بدون مقطع مد. المقطع الساكن الاول مع الثاني بتشبهها بانه طفل صغير ضعيف او ان رسمه فل حبه فل سوداني، ان يكون الطالب عارف ان لازم الحرفين يكونوا مع بعض دايما، لازم الاول مع الثاني، باي طريقه من ابداع المعلم يقدر يوصل فكره المقطع الساكن ومقطع المد. والصوت الصوت الحرف اللي متحرك بالضمه او بالكسر او بالفتح سهل جدا بنسميه صوت وما نسميه مقطع، بنسميه صوت كما تفضل الاخ في اليوم الاول. يبقى إذن عندي مقاطع وأصوات، المقطع مثل المقطع الساكن والمقطع مثل مقطع المد، أما الصوت فهو الحرف المستقل. كان هذا باختصار حوارنا في اليوم الأول. في اليوم الثاني الطريقة الصوتية، بسم الله الرحمن الرحيم، برنامج تنمية مهارة القراءة للصفوف الثلاثة الأولى، الطريقة الصوتية لتعليم القراءة. بنقدم اليوم أشياء مهمة جدا بتساعد المعلم كيف يتحرك في الفصل، كيف تصل المعلومة من المعلم للطالب بطريقة مؤكدة بنسبة 100% تصل لجميع الطلاب. لو بنشتغل بهذه الطريقة من بداية العام بنسبة 100 أو ما نقول 100% نقول بنسبة 99% تصل إلى جميع الطلاب، لدرجة إن ما يكون عندك طالب نسميه طالب دون المتوسط، يعني أقل شيء يكون عندك طالب متوسط. إذا الإجراءات الخمسة في توصيل المعلومة خاصة لطلاب الصف الأولى أول وثاني وثالث. الطريقة الصوتية، ما الطريقة الصوتية؟ يعني مبدئيا ممكن نكتب في الشات الطريقة الصوتية، يعني تعريف للطريقة الصوتية، ما معنى الطريقة الصوتية؟ ما معنى الطريقة الصوتية في تدريس الحروف وتعليم القراءة والكتابة؟ أو مشاركة صوتية ممكن نتناقش حول تعريف الطريقة الصوتية؟ هلا، أيوة السلام عليكم. طيب الطريقة الصوتية، إذا وصل أي تعليق من الإخوة والأخوات بقرأ التعليق إن شاء الله ونتعرف على الطريقة الصوتية أو ما معنى الطريقة الصوتية. الطريقة الصوتية هي مدخل لتدريس القراءة يؤكد على العلاقة بين شكل الحرف وصوته، العلاقة بين شكل الحرف وصوته، بتركز جدا على الصوت، صوت الحرف وليس اسم الحرف. بنعرف اسم الحرف لكن ما بنركز عليه، ما في داعي إن أنا أحفظ الطالب أسماء الحروف، لكن يكفي ان انا اعرفه اصوات الحروف. الشاشه غير واضحه،
البعض يقول ان الشاشة غير واضحة عنده، طب بعيدها مرة ثانية. استاذ محمد، أستاذ محمد واضحة الحين عندك؟ الطريقة الصوتية هي مدخل لتدريس القراءة، يؤكد على العلاقة بين شكل الحرف وصوته، وتساعد التلاميذ على اكتساب مهارات القراءة والكتابة، قراءة وتهدئة كلمات غير مألوفة، التدريس المباشر للعلاقة بين الأصوات والرموز المكتوبة الممثلة بهدف تمكين الطفل من قراءة الكلمات، وهي تهتم بالرمز الصوتي للحرف دون اسمه. تهتم بماذا؟ بالرمز الصوتي للحرف دون اسمه. الرمز الصوتي يعني حرف زائد حركة الحرف تساوي صوت الحرف. الحرف زائد حركة الحرف يساوي صوت الحرف. يعني في البداية لا أتعب نفسي ولا أتعب تلميذي إن أنا أحفظه الميم لام باء تاء ثاء، أذكر اسم الحرف لكن ما أتوقف عنده كثير، لكن يكفي إن أنا أعرف الطالب صوت الرمز المكتوب مع حركة الحرف وأحولها إلى صوت منطوق يصبح صوت حرف، صوت الحرف أ ما لا وهكذا. هذا العنوان الخطوات الإجرائية لتدريس الطريقة الصوتية، خطوات إجرائية ممكن نسميها خطوات روتينية للمعلم. روتينية ليس بمعنى الروتين الممل، ولكنه إجراء روتيني لأنه يلتزم به المعلم في تقديم كل مهارة للطالب. يجب عليه اتباع الخطوات التالية. الذي يريد أن يصل إلى الطالب الضعيف، أن يصل إلى الطالب الضعيف في الفصل، عليه الالتزام بالإجراءات الروتينية لتدريس الطريقة الصوتية. بالترتيب وبالعقل مع تسلسل الخطوات الخمسة الإجرائية، ستجد أنك تنفذ هذا في الفصل لكن بطريقة غير مرتبة أو في أوقات مختلفة، لكن مع الالتزام بها في وقتها المحدد سيكون العمل أفضل وأنجح. أول إجراء أو أول خطوة تقديم النشاط. كما نعرف يعني الإنسان بيكون عدو ما يجهل، يعني مقولة الإنسان عدو ما يجهل، إذا ما يعرف ما المطلوب منه أو ماذا يفعل لن يتقبل المعلومة، هو ما يعرف ماذا تقدم له. لابد أن تقدم للطالب ماذا تريد، ماذا تريد من الطالب، ماذا ستقدم له، ماذا ما المطلوب منه أن يعرف. تقديم النشاط، خلال هذا الإجراء يقوم المعلم بتوضيح النشاط للتلاميذ في كل المهارات اللي ممكن تقدمها لطلاب الصف الأولية أو أول أو ثاني أو ثالث. يجب عليك في البداية قبل البدء في شرح المهارة أنك توضح للطالب ما المهارة التي ستقوم بتدريسها له للجميع. أكيد المعلم بيقول أنا الآن أقدم لكم اسم التفضيل مثلا، الآن بقدم لكم إن للتأكيد، بس في البداية لازم يوضح، يعني يكون واضح أمام جميع الطلاب ويعرف إن جميع الطلاب سمعوه. عرف الطالب اللي قاعد شوي كسلان أو مشغول أو ما نام بالليل وجاي حالته ما هو متيقظ مع المعلم، لازم يوصله ماذا يريد المعلم. المعلم يريد أن يقدم لك الآن صوت حرف ثاء ثعبانه، ثاء ثاء، تقدم لتوضح له ماذا تريد منه. لو تقديم النشاط مثال، الآن سنتعرف على أصوات كلمة جمل، تريد أن تحلل كلمة جمل، فبتوضح له الآن سأشرح لكم تحليل كلمة جمل في البداية قبل البدء في تحليل الكلمة. الخطوة الثانية النموذج. ما معنى النموذج؟ خلال هذا الإجراء يقدم المعلم نموذجا لأداء المهارة التي يهدف تعليمها للتلاميذ. نموذج المعلم يقوم به، يعني دوري أنا، ويكلم الطلاب يوضح لهم هذا دوري أنا، الجميع يسمع المعلم يتكلم.
مثال، يقول المعلم بتأتيه المهرب بمفردي أنا فقط، أنا فقط، أنا أقول وحدي أصوات كلمة جملو، جملو، جملو. الخطوة الثالثة اسمها ممارسة موجهة. الممارسة الموجهة، ما معنى الممارسة الموجهة؟ يعني أنا وأنتم، أنا وأنتم. ففي هذه الخطوة يطلب المعلم من التلاميذ تكرار المهارة معه أو بعده مباشرة. على سبيل المثال، تعالوا نردد جملو، أصوات كلمة جمل، جملو مع بعض أو بعد المعلم. ممكن هنا بيكون في حتى في التوجيهات في كتاب المعلم تلاقي القراءة في مجموعات أو القراءة الفردية أو العمل بشكل تعاوني من خلال الفصل كله أو مجموعات بعد تقسيم الفصل إلى مجموعات. نحن معا، أنا وأنتم، أنا أقول وأنتم معي، ممارسة موجهة. في هذه المرحلة بيكون المعلم قادر على تعديل المعلومة، تعديل الخطأ عند الطلاب. ما بيظهر الخطأ عند العمل الجماعي، يعني لو الفصل كله بيقول ما يظهر عند الطالب اللي ينطق خطأ. يعني الطالب ينطق مثلا ثاء ثعبانه ينطقها بحرف الفاء، ففهده ينطق حرف الثاء كثيرة هذه مع الطلاب الصفوف الأولية. ينطق مثلا تقول له انطق ثمر، ينطق ثمر بالفاء، ثمرة بالفاء ينطق ثمرة. هو ما يشعر أنه فيه اختلاف، هو عنده الاثنين صوتيا قريبين من بعض. ففي هذه القراءة الجماعية ما راح تظهر مع المعلم، لكن تظهر في مرحلة التطبيق أو المرحلة الخامسة، المرحلة الرابعة أو الخطوة الرابعة، ممارسة مستقلة. وخلال هذه الخطوة يطلب المعلم من التلاميذ الأداء بمفردهم حتى يتمكنوا جيدا من أداء المهارة. أنتم فقط، الآن دوركم أنتم. المعلم ما يقول، الطلاب فقط يقولوا، هو يتابع. وهنا في المرحلة الرابعة يظهر الطالب اللي ممكن نقول عليه المخفق، أو اللي عنده مشكلة في نطق الحرف أو صوته، أو حتى في المعلومة لو كانت مهارة في صف ثاني أو صف ثالث، تظهر في مرحلة الممارسة المستقلة. وفي اللحظة يقوم المعلم بمعالجة هذا الخطأ. الخطوة الرابعة ممارسة مستقلة. مثال، انطقوا أنتم فقط أمامهم على السبورة وهم فقط ينطقون، ينطق بشكل فردي أو ينطق بشكل جماعي، مجموعات أقصد، أو بشكل الفصل كله ينطق الكلمة. وإذا المعلم يعني عنده عدد من الطلاب اللي هم دون المتوسط يخلي العمل بشكل فردي ويخليهم يشاركوا أكثر في هذه الخطوة. خطوة رقم أربعة، يخلي الطالب اللي دون المتوسط يشارك أكثر، يطلع على السبورة في مرحلة التطبيق اللي هي رقم خمسة، التطبيق. الخطوة الخامسة والأخيرة في الإجراءات الروتينية، خلينا نسميها روتينية عشان نلتزم فيها، يعني دايما نحققها مع طلابي بالترتيب بالتسلسل من بداية تقديم النشاط إلى التطبيق، رقم خمسة. خلال هذه الخطوة يمكن للتلاميذ استخدام هذه المهارة في مواقف جديدة أو كلمات مختلفة، وهنا يأتي دور الإبداع من المعلم، ألعاب ومواقف مرح ومنهج. يعني عشان ما نقول روتين، هو مجرد اسم روتين، يعني خطوات أساسية ثابتة المعلم بيلتزم فيها حتى يصل إلى الطالب الضعيف، وتصل المعلومة من البداية تصل للطالب المتفوق أو الفائق، والطالب المتوسط أيضا يستطيع أن يفهم بسهولة. أما الإجراءات بتخدم الفصل كامل، الإجراءات الخمسة الروتينية تخدم الفصل كامل وبتركز على الطالب الضعيف. وهذه مهمة جدا في هذه الفترة، ألاحظ أن التوجه على الطالب الضعيف جدا جدا في هذه الفترة، توجه قوي للتركيز على الطالب الضعيف. كل التعاميم أو كل النشرات بتؤكد على رفع مستوى الطالب الضعيف، وهذا أهم شيء. يعني المعلم الناجح مع الطالب الضعيف هو المعلم الناجح، نقدر نقول عليه ناجح. أما الطالب المتفوق أو المتوسط فأموره يعني الحمد لله بخير، لذلك بنكمل معاه ونعطيه أنشطة إثرائية أكثر، لكن الطالب الضعيف هو الذي يحتاج للمعلم في هذه الفترة.
في مرحلة التطبيق مثلا ينطق المعلم كلمة مجلس أو أي كلمة، لو بتركز على لو أنت في حرف الجيم بتجيب كلمات فيها حرف الجيم، أو المهارة اللي عندك تغير الكلمة، تغير نفس المهارة، بتدرس نفس المهارة مثلا، بتدرس مهارة الشدة بتغير الكلمة. طيب في المرحلة تقديم النشاط والممارسة الموجهة أو النموذج، أقصد النموذج والممارسة الموجهة والممارسة المستقلة بتكون نفس الكلمة. يعني واحد بيحلل كلمة السماء مثلا، الطائرة، في على مدار الأربع مراحل أو أربع خطوات الأولى، واحد واثنين وثلاثة وأربعة، بيتعامل مع كلمة الطائرة. النموذج كلمة الطائرة، الممارسة الموجهة كلمة الطائرة، والطلاب ينفذون مع المعلم. أربعة نفس كلمة الطائرة. في التطبيق مواقف جديدة، كلمات جديدة يتعامل معها الطالب للتأكد من اكتساب الطالب للمهارة بشكل جيد. بعد أن تأكد المعلم من اكتساب المهارة، إذا تأكد ومركز على الطلاب الضعاف ينتقل إلى مهارة جديدة. إذا لاحظ في مرحلة التطبيق وجود قصور لدى عدد من الطلاب، هنا يأتي دور التقييم ولا الرصد. دور الرصد، الرصد يعني إيش؟ يعني معالجة الخطأ في وقته، رصد الإتقان. يعني هناك فرق بين التقييم والرصد، رصد الإتقان. التقييم تقييم مستوى، مطلوب منك أن تقيم مستوى طلابك، فبتعمل اختبار تشخيصي، بتطلع عدد اللي هو وصل بتعميم للمدارس، متفوق، متوسط، فوق المتوسط، متوسط، دون المتوسط، هذا بنسميه تقييم للطلاب، لمستوى الطلاب. لكن رصد الإتقان مختلف، رصد الإتقان مختلف عن التقييم. رصد الإتقان المقصود به معالجة وقتية، لا أنتقل إلى المهارة التالية إلا بعد إتقان الطلاب للمهارة الحالية. والكلام عن رصد الإتقان إن شاء الله يأتي، نتكلم عن رصد الإتقان. تقديم الحروف الهجائية باستخدام أنشطة تنمية مهارات القراءة الصف الأول الابتدائي، يتم عرض كل حرف من الحروف الهجائية من خلال من 4 إلى 5 دروس. يعني كل حرف مسموح له من 4 إلى 5 حصص ينتهي المعلم من تدريس الحرف. يشتمل كل درس الأهداف والأنشطة والتقييم. كل نشاط يتم تقديمه باستخدام خطوات إكساب المهارة اللي قلنا عليه. كل نشاط، أي نشاط نقدمه للطالب نلتزم فيه بي، طبعا هو ما هو إجبار، هي فكرة، والمعلم يعني اللي ناجح بطريقته ناجح. وإذا يستطيع أن يصل إلى الطالب الضعيف والطالب وعنده طلاب ضعاف نسميه ناجح، خلاص يستمر. اللي عنده عدد من حتى لو كان 2 طلاب في الفصل ضعاف عندهم مشكلات نمو أو مشكلات استقبال، ممكن يلتزم بالإجراءات الخمسة وبتجيب نتيجة معاه فعلية. وأظن يعني إذا في أحد من الأخوة لديه ملاحظة أو لديه أي تعليق يتفضل بالصوت أو يتفضل بالكتابة على الدردشة. الخطوات بالضبط، النموذج المقصود به أنا أعمل، ممارسة موجهة المقصود به نحن نعمل، ممارسة مستقلة أنت تعمل، ثم مرحلة التطبيق الأخيرة في مواقف جديدة. مهارات القراءة والكتاب، حتى أصل بالطالب إلى أن يصبح قارئ جيد لدي 5 مستويات يجب أن يتحقق لدى الطالب لكي يكون المتعلم قارئ وكاتب جيد. يجب أن أول شيء في البداية أن يعرف اسم الحرف في مختلف المواضع في الكلمة، اسمه باء، وأمر عليها مرور الكرام. باء، يعرف شكل الحرف في مختلف المواضع في الكلمة، يعني شكله في أول الكلمة، شكله وسط، لازم أركز على شكل الحرف وأعطيها في كلمات الدرس. الدرس بيكون فيه كلمات محددة ملونة، الدرس الحرف في الأول والوسط والآخر. طيب إذا كان الدرس ما فيه، أجيب كلمات من عندي،
ان احيانا بيكون الدرس او النص المكتوب ما فيه باء في اخر الكلمه منفصل، او باء في اخر الكلمه متصل. ممكن اجيب كلمات من الهندي واعرضها للطالب على السبوره، ويطلع الطالب في مرحله تطبيق التطبيق، ويضع دائره حول الحرف في اول ووسط ونهايه الكلمه. الثالثة، يعرف التلميذ صوت الحرف في مختلف المواضع في الكلمة. صوت الحرف في مختلف صوته في نفس الشكل، يعني شكل الحرف هنا في الرقم الخطوة رقم 2 نفسه، لكن أضع عليه فتحة. يعرف أن صوته في أول الكلمة باء، وفي وسط الكلمة هو نفسه باء، وفي آخر الكلمة ما يتغير. زي البيت وأنت في المدرسة، وأنت في مع أصدقائك، وأنت في الحديقة، صوتك ما بيتغير، نفس الوضع. صوت حرف الباء بالفتح ثابت ما يتغير، لو جاء في الأول باء، جاء في الوسط باء، جاء في الآخر متصل باء، جاء في الآخر منفصل باء. يعرف التلميذ صوت الحرف مع الحركات فتحة وضمة وكسرة والمقطع الساكن مع الأصوات الطويلة أيضا. لكي يكون المتعلم قارئ وكاتب جيد يجب أن ذكرنا هنا ثلاثة، هذه الخطوة الرابعة. كي يكون المتعلم قارئ وكاتب جيد يجب أن أربعة، يقرأ التلميذ الكلمات التي بها الحرف. يقرأ التلميذ الكلمات التي بها الحرف، بقرة، جبل، كتب. إذا كان في صف ثاني أو ثالث، يقرأ التلميذ كلمات على المهارة الموضوع الدرس، يقرأها، يعدد المعلم أكثر من كلمة، ويقرأ التلميذ الكلمات بشكل أو بطلاقة وبشكل سريع. طيب هنا يأتي سؤال، هل الطالب في الوحدة الأولى، وحدة أسرتي في صف أول، هل الطالب مطالب أنه يقرأ الكلمات اللي موجودة في الدرس من بداية العام؟ لسه الطالب ما عنده حروف؟ لا، غير مطالب، إلا أنه يردد اللي بنسميها قراءة بصرية. تثبت؟ لا تثبت، لا تثبت القراءة البصرية، وقته بتزول، ولا يعني أحققها ولا أحاسب عليها الطالب الذي لم يتقنها. ما يطالب الطالب بقراءة كلمة أو كتابة كلمة لم يدرس حروفها، لست مع هذا، إلا إذا كان الهدف مسك القلم، تنمية مهارات اليد، يكتبها كتابة. أما قراءتها، غير مطالب الطالب بقراءة الكلمة أو تقييمه في قراءة هذه الكلمات، مشعل، فاطمة، اللي في حص في وحدة أسرتي، غير مطالب الطالب، أو حتى في الوحدة الثانية. لا يقرأ الطالب كتقييم، كتقييم للطالب، لا يقرأ إلا الكلمات مدروسة الحروف، الكلمات التي سبق دراسة أو سبقت دراسة حروفها فقط. يكتب التلميذ الكلمات التي بها الحرف. إذا وصل الطالب لكتابة الكلمات إملائياً، كلمات مدروسة، مدروسة الحروف، إذا وصل التلميذ إلى كتابة الكلمات المدروسة، هنا وصل إلى المهارة، مهارة القراءة والكتابة. يتم تحقيق هذه الخمس مهارات من خلال المهارة التي مدرسة، من خلال يعرف، يقرأ، يكتب. يعرف، يقرأ، يكتب. يعرف خمس مهارات بدرسهم للطالب في كل حرف، مقسمين إلى كما قلنا من أربع إلى خمس حصص، من أربع إلى خمس حصص. يعرف، يقرأ، يكتب. كم مهارة كاملين في كل حرف؟ 13 مهارة. لآخر من أول مهارة تعرف اسم الحرف وشكله، من بداية تعاملي مع الحرف إلى آخر شيء في الحرف، تهجئة الكلمات وكتابتها على نحو يتسم بالدقة والسرعة. هل هذا سيتحقق مع جميع الطلاب؟ إذا حققنا ذلك من خلال الإجراءات الخمسة الروتينية اللي قلنا عليها، ممكن نصل ب 95% من الطلاب لديهم قدرة على تهجئة الكلمات وكتابتها على نحو يتسم بالدقة والسرعة. المهارة الأولى اللي بدرسها للطالب من بداية الحرف، تعرف اسم الحرف وشكله. طيب كيف أعلم الطالب اسم الحرف وشكله؟ من خلال الإجراءات الخمسة الروتينية. 2، تعرف صوت الحرف بمختلف أشكاله، أيضا باستخدام نفس الإجراءات الخمسة الروتينية. واحد يقول يا أستاذ بس ما تكمل، يعني ما الحصة ما تكفي لكل ده،
ممكن ما تكفي، ممكن ندمج مهارتين مع بعض، واحد واثنين، نعرفه المهارة اللي أحس أنها تحققت للطالب، للطلاب كلهم حتى الطالب الضعيف أتخطاها للمهارة التالية، بس أمر على كل مهارة مع نهاية الحرف أكون وصلت أو مريت على جميع المهارات وتأكدت أنه تم تحقيقها لدى جميع الطلاب. تمييز صوت الحرف، ثلاثة، تمييز صوت الحرف مع الإشارات، وكل واحدة منهم فيها شرح، يعني تمييز صوت الحرف مع الإشارات دي رقم ثلاثة. طب رقم أربعة، تمييز صوت الحرف بفتح كسر ضم سكون، ما الفرق بينهما؟ تمييز صوت الحرف بالصوت الممدود ألف واو ياء، يعني تبغى تحت توضيح ما الفرق بين تمييز صوت الحرف مع الإشارات وتمييز صوت الحرف بفتح وكسر وضم وسكون، ما معنى الإشارات؟ كل واحدة فيهم تحتاج لها شرح. الإشارات يعني أعطي الكلمات للطالب فيها الحرف والطالب يشير أو يصفق، إذا سمع صوت الحرف يصفق، إذا ما سمع ما يصفق، موجود في كتاب التهيئة في بداية العام. هذه مهارة يعرف، كل ذي أشياء المعلم بيقدمها للطالب. ثم يأتي الجزء الخاص بيقرأ، ماذا يقرأ؟ تحديد صوت الحرف ونطقه مضبوط بالحركات، تحديد صوت الحرف. ثم المقارنة بين أصوات الحروف، يعني أعطيك كلمتين بيته بنته، لو الصوت موجود في الاثنين الطالب يصفق، لو الصوت موجود في واحدة وما هو موجود في الكلمة الثانية لا يصفق. مهارة أعلى، كل فترة مستوى بيعلى، مهارته بتعلى مع المعلم. دمج الأصوات لتكوين كلمات، مهارة دمج الأصوات اللي تعلمناها في الوعي الصوتي، أن تعطيه أصوات وهو يعطيك الكلمة، تحليل الكلمات إلى أصوات، كان المستوى الرابع في الوعي الصوتي الآن موجود في الحروف والكلمات، تحليل الكلمات إلى أصوات، تسعة، دمج الأصوات وقراءة كلمات، أنه يدمج الأصوات الموجودة أمامه ويقرأ الكلمة، يشوفها بعيونه، يمر عليها بعيونه ويقرأ الكلمة قراءة سريعة أو حتى بطيئة، في عشرة لو كانت بطيئة ما أعلق على الطالب. قراءة كلمات على نحو يتسم بالدقة والسرعة، هنا السرعة، يعني إيش الفرق بين عشرة وحداش؟ دمج الأصوات وقراءة كلمات حتى لو كان الطالب بطيء بيقرأ كلمة. مدرسته بيقول مد را تا تو، ممتاز، ويأخذ تشجيع وتعزيز بما يكفي، رائع في الأول. طيب بعد تدريب أكثر الطالب يصل إلى مرحلة قراءة الكلمات على نحو يتسم بالدقة والسرعة، مدرسته مرة واحدة وكلمة ثانية وثالثة وهكذا. المهارة الثانية عشر، نطق أصوات الكلمة وكتابتها، نطقها وكتابتها، إن أنا أعود الطالب على النطق مع الكتابة، لسانه مع يده، لسانه مع يده، وانت بتمليه الطالب نفسه. احنا الكبار المعلم نفسه اذا اراد ان يكتب ينطق، حتى لو ما كان يحرك اعضاء النطق الا انه بينطق بعقله اصوات الكلمة عشان يكتبها. المعلم نفسه اذا ما نطق اصوات الكلمة ممكن يغلط في كتابة الكلمة، هذا بنحققه عند الطالب من خلال نطقه بصوت عالي. اكتب يا حبيبي كلمة مجلس، هيقول هو بيكتب مج لي سو، ولسانه بيقول ويده بتكتب الى الصوت التالي الا لما يكتب الاول الصوت اللي في الاول، لان مشكله الاملاء عند الطالب انه بينطق الكلمه مره واحده او حتى المعلم بيعطيها لها مره واحده. طيب ممكن انا بعد فتره اعطي للطالب كلمه واحده، كلمه كامله، وهو يكون تحقق عنده المهاره رقم 12، نطق اصوات الكلمه وكتابتها. انا اقول له اكتب كلمه قراءة كاملة كمعلم، وهو كطالب يقول قي را أ تو، قي را أ تو، لا يوجد صوت، لا الصوت مفتوح، الصوت من عندي مفتوح، طيب خلينا نطمن على الصوت من خلال أحد الزملاء. واضح الصوط؟ طيب هلا بيجوز حرام نحكي نحن هالحكي.
ساعات في صوت مفتوح يا اختي بالليل بتصلي وتعمل. خالد خالد عندك صوت؟ يا اخي خالد انتبه للصوت يا اخي خالد، اسمعني. الصوت موجود تمام ممتاز، الصوت موجود خلاص موجود. اذا الصوت من اللي سألني عن الصوت، الشاشة غير واضحة يعني الشاشة غير معروضة تماما يعني فاضية ولا غير واضحة يعني تنسيق؟ الآن إن شاء الله تكون واضحة الشاشة عند الجميع. واضحة تمام ممتاز، واضحة جدا. في أحد يقول واضحة جدا عندي؟ ممتاز ممكن ممتاز. طيب ال 12 قلنا وصلنا لل 12 وأنا بدرس الطالب الحرف. لو أنا أريد أن أنجح مع الطالب الضعيف بحقق معه 13 مهارة اللي موجودين أمامنا الآن وأقسمهم على حصص. يعني وأنا بحضر للحصة تحضير كتابي بكتب أن يتعرف التلميذ أو أن يذكر التلميذ اسم الحرف. طبعا صياغة الهدف صياغة يعني صحيحة بيكون لها شروط، أن الهدف يكون أو الفعل قابل للقياس، أمور كثيرة يعني بيركز عليها المتابعين صياغة الهدف. لو أنا قلت أن يتعرف التلميذ اسم الحرف، يعني كلمة تعرف يعلق عليها المتابع، كيف يتعرف؟ يعني أنا كيف أقيس أنه تعرف أو لم يتعرف؟ هو بيشوف لو تعرف ساكت، لو ما تعرف أيضا ساكت، ما في أي سلوك ظاهر من المتعلم يبين للمعلم أن المعلم أن المتعلم فاهم. مثل مثلا أن يشعر، الأمور اللي هي الحسية أو الأشياء الغير قابلة للقياس. فبنحرص على كتابة أفعال قابلة للقياس عشان نحولها إلى سؤال فيما بعد في مرحلة التقويم. الثالثة عشر المهارة الأخيرة، تهجئة الكلمات وكتابتها على نحو يتسم بالدقة والسرعة. يعني الاثناش يكتب في المرة الأولى بيكتب بطيء، يكتب حتى لو كان الكتابة بطيئة بيكتب مد لي سو وشوي شوي على كيفه، يعني ياخذ وقته. في المرة الثالثة الثالثة عشر مع التدريب الكثير في الكتابة يصل الطالب إلى كتابة الكلمات تهجئة الكلمات وكتابتها. تهجئة يعني النطق، تهجئة يعني نطق أصوات الكلمة وكتابتها أو معرفة أصواتها المنطوقة وكتابتها على نحو يتسم بالدقة والسرعة. عندك شيء أخت رولا؟ صوت مفتوح. هذه كانت مهارات تعليم القراءة والكتابة من بداية تعاملك مع الحرف إلى آخر ما هو مطلوب منك مع الحرف. تطبيق المهارات اللي قلنا عليها الآن الثلاثة عشر، تطبيقها يكون بنفس إجراءات الروتين الإجراءات الخمسة اللي قلنا عليها في النقاش، سواء كان على الدردشة أو من خلال الصوت. تفاعل يا إخواني، تفاعل. أنا خرجت من الشاشة، أنا خرجت من الشاشة الحين برجع لها في 5 دقائق أو 3 دقائق للنقاش. لو في أي أحد يريد أن يضيف شيء، يعلق على خطوة، أي شيء. شاد طيب،
لحظات نعرض رصد الإتقان. رصد الإتقان، وما المقصود برصد الإتقان؟ وأيضا ما الفرق بين رصد الإتقان والتقييم؟ السلام عليكم أستاذ موسى. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. وإياك الله يعافيك أستاذي. بالنسبة للخطوتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، نعم، في الثانية عشرة أن يكتب أصوات الكلمة، تقصد يعني مقاطع، مثلا مقطع ساكن، مقطع مد، هكذا؟ هو ينطق الأصوات ويكتب الكلمة، لكن يحرص المعلم على تدريبه على نطق الأصوات أثناء كتابة الكلمة، حتى لو ياخد يكتب صوت صوت بس، يعني الكلمة سليمة الكتابة. نعم. مكتملة الكتاب. مجلس، الحروف اللي بتربط تربط، والحروف اللي ما بتربط ما بتربط، يعني كتابة الكلمة صحيحة. نعم نعم، شكرا لكن جزيلا. لكن هنا الفرق بينهم أستاذي، عشان سؤالك مهم، الفرق بينهما السرعة فقط. يعني نعم. في الأولى يسمح للطالب انه يطول، يعني عادي انه ياخذ دقيقه في كتابه، او في كتابه كلمتين يكتب في دقيقه، او حتى ياخذ اكثر، يعني على قدر المستطاع ان نعطي فرصه للطالب لتدريبه على كتابه الكلم. في المهاره 13 لا يسمح للطالب انه يطول في الوقت، يكون نعم. سريع. دايما اقول له نعم. بسرعه، كلمه بسرعه ما اقولها الا في الثلاث 13، هيا بسرعه، اسرع اكثر، اسرع اكثر، اسرع في الثالث عشر. أما في الثالث عشر ما يطلب منه السرعة. نعم نعم، بوركت يا أستاذ. شكرا شكرا جزيلا. عفوا. بالنسبة للتقييم ورصد الإتقان، ما الفرق بين التقييم ورصد الإتقان، ولماذا رصد الإتقان؟ يعني لماذا نلجأ إلى رصد الإتقان خاصة في هذه المرحلة؟ مهم جدا فكرة رصد الإتقان دي، جدا مهمة مطلوبة في رصد الإتقان الآن، خاصة في الثلاث مستويات المطلوبين الآن، فوق المتوسط والمتوسط ودون المتوسط. التقييم ورصد الإتقان مفاهيم أساسية. التقييم طبعا المفروض سؤال، ما الفرق بين التقييم؟ لو ورشة عمل هنكتب تعريف لرصد للتقييم وتعريف لرصد الإتقان، وأيضا نوضح ما الفرق بينهما من خلال ورش عمل عمليا في مجموعات المعلمين والمعلمات، كلهم في مجموعات، ويقوم كل معلم بطرح أفكاره والاستفادة منها، الجميع يستفيد من أفكار الجميع. التقييم هو طبعا كما نعرف جميعا هو عملية جمع وتفسير وتسجيل للمعلومات عن استجابات الطلاب عن مهام تعليمية محددة، يعني مهام محددة أختبر في اختبار. التقييم عن طريق الاختبار للطالب، للوقوف على مستواه، لإعطائه درجة، لإخبار ولي أمره بمستواه، لمتابعة المشرف لمستويات طلابك في الفصل. أدائك بيكون تقييمي، بتحدد بالتحديد، بتحدد مستوى وتخبر المسؤول بمستوى طلابك بعد تصنيفهم إلى ثلاث مجموعات أو مستويات. هو عملية توثيق، يعني التقييم هو عملية توثيق، بيكون عادة بلغة قابلة للقياس، يعني درجات قابلة للقياس، 10 20 واخد مستوى 70%، واخد 7 من 10، 5 من 10 كده، تقييمي بس، فقط تقييم. وقفت على مستوى، خلاص خلصت مهمتك انك حددت مستوى الطالب اللي موجود امامك. انواع التقييم كثيرة، مقاييس لنواتج تعلم عامة، المزايا، قياس مهارات، قياس لمدى النمو. بيتحدد التقييم على حسب الجزء اللي بتقيم الطالب فيه، قياس الاحتفاظ بالمعلومات وتعميمتها. رصد الإتقان، ما معنى رصد الإتقان ومزايا رصد الإتقان؟ طبعا التقييم مزاياه ورصد الإتقان له مزاياه،
المختلفة، لأن التقييم بعيد عن رصد الإتقان، يعني شيء آخر. لذلك التقييم نحتاجه ورصد الإتقان نحتاجه، يعني ليست مفارقة بين الاثنين، لكن مجرد توضيح للتقييم ورصد الإتقان. في رصد الإتقان نحتاج إليه في الفصل، المعلم دائما يحتاجه في كل حصة وعلى مدار الأيام يحتاج رصد الإتقان. أما التقييم ممكن نحتاجه مثلا في الأسبوع مرة، الأسبوعين مرة كذا، على كل محتوى من المهارات اللي قدمتها للطالب احتاج تقييمه فيها وإعطائه درجة على مهاراته. أما رصد الإتقان بيكون بشكل مستمر، لو تتبع نمو التلاميذ في مهارات محددة. أنا في حرف الباء أقيم الطالب. السلام عليكم أستاذ موسى. وعليكم السلام، حياك الله. يعني رصد الإتقان بيكون معي طوال الحصة، مهارة نعم. مهارة أو كلمة نعم. كلمة وجزء جزء. بالضبط، يعني ممكن كل كلمة كلمة عشان ما لا ممكن وقت يعني الحرف. كل جزء يعني مهم كده بالضبط، يعني كل مهارة كل حرف ممكن على كل حرف يعني تمام. يعني ممكن أو على أو رصد الإتقان. سؤالك جيد أستاذي، هو ممكن يكون على مجموعة حروف، يعني مثلا أنا ما عندي وقت إن أنا كل شوية أسوي رصد إتقان، ممكن أضيع وقتي في رصد الإتقان وأنا أيه. بس أنا الآن مثلا أنا في النشيد مثلا يعني فرصد نعم. الإتقان اللي أنا هسويه اللي على حفظ النشيد مثلا بالضبط يعني جزء من بالضبط يعني طيب. إذا خلصت إذا كان جزء مستقل في المنهج زي النشيد خلص في نفس حصة النشيد بتقوم بعمل رصد إتقان من الطلاب، ويكون عن طريق التسميع يعني أمره سهل. أما رصد الإتقان اللي هو الأعم اللي هو رصد تقييم لا مو تقييم، مختلف عن التقييم تماما. هو رصد أنا فكر بقول أما التقييم حسبتك هتقول كده نعم. أما رصد الإتقان فبيكون على ممكن على عدد من الحروف، ممكن أخذ مثلا حرف الثاء مع حرف الغين مع حرف الظاء ثلاثة هي. أقوم بعمل رصد إتقان لهم إذا كان الوقت ضيق. إذا كان الوقت متاح تقدر تسوي رصد إتقان للثاء والحاله أو الغين لحاله أو الظاء لحاله. طيب كيف أنفذ رصد الإتقان؟ هو تتبع نمو التلاميذ في مهارات محددة مرتبطة بشكل مباشر بما يتم تدريسه مباشر، يعني في نفس اللحظة في نفس الأسبوع عمل للوقوف على ما وصل للتلاميذ من مهارات. أنا قدمت مهارتي وأريد أن أعرف بشكل كمي ما الذي استفاده الطلاب أو ما الذي وصل إلى الطلاب من تدريسي للمهارات. فبقوم بعمل إيش؟ بعمل رصد إتقان للطلاب، ونشوف الإجراء اللي بعد كده. بعد عمل رصد الإتقان خلاص نفذت رصد الإتقان من خلال ورقة عمل، من خلال ورقة عمل وزعتها على الجميع وصححت ورق العمل أو شفت أداء الطالب أثناء حل ورقة العمل. من هنا أخذ القرار بعد إجراء رصد التقييم رصد الإتقان عفوا يعني رصد الإتقان هو أقوم بعمل إيه؟ أخذ القرار. أخذ القرار موضوع مهم، القرار المتبع من المعلم. ماذا أفعل الآن؟ سويت رصد إتقان، نتيجة رصد الإتقان إن عندي تصنيف للطلاب، هذا الطالب أتقن بشكل 100% المتفوق، هذه المجموعة أتقنت بشكل 70-90-80 مجموعة المتوسط، في طلاب ما أتقنوا يعني وصل مستواهم للـ50-55 وما أقل. فمعنى ذلك أن هذا يحتاج قرار من المعلم، أخذ قرار، هل يعيد الشرح مرة ثانية، هل يغير وسيلته، يغير طريقته، لابد من أخذ قرار جديد، أو يفصل المجموعة إذا كانت قليلة مجموعة الطلاب الضعاف يفصلهم في مكان خاص ويحاول يتعامل معهم بشكل فردي. قرار المعلم يخص المعلم، هو الأدرى بأنه ماذا يفعل مع هؤلاء الذين أخفقوا في تعلم المهارة المدروسة في الأسبوع ذا أو مع الحرف ذا. يساعد رصد الإتقان في مراقبة التقدم نحو أهداف تعليمية قصيرة المدى. قصيرة المدى يعني في الحرف، خلصت الحرف في يومين رصد الإتقان، خلصت حرفين في 4 أيام أو في أسبوع، في آخر الأسبوع يوم الخميس رصد إتقان للوقوف على مستويات الطلاب. رصد الإتقان لازم يكون من أول حرف الميم، لأن لازم المعلم المتعلم أقصد يتقن المهارات من أول حرف، لأن عملية بنائية. إذا الطالب أخفق وتركته من حرف الميم وتركته
طبعا هيصير عندي مشكله اكبر في المستقبل ان ما عالجت الخطا الحالي. اذا ما عالجته هتتراكم الاخطاء او نقاط الضعف لدى الطالب تتراكم فوق بعضها، وبالتالي يصعب علاجها فيما بعد، يتم اكتشاف الضعف في وقت متاخر فياتي العلاج في وقت متاخر، وبالتالي بيكون الامر صعب على المعلم انه يعالج في وقت او بشكل تراكمي يعالج نقاط ضعف على مدار العام في الفتره الثالثه او في الفصل الدراسي الثالث. طب لو المعلم من البدايه بيتابع ويشوف نقاط الضعف لدى الطالب وما ينتقل من مهاره الى مهاره اخرى الا اذا اتقن الجميع المهاره، بالتالي ما بيكون عنده، عشان كده قلنا في البدايه بنقضي على موضوع الطالب الضعيف بالتواصل. حتى لو كان الطالب عنده مشكلات، احيانا بيجينا طلاب عنده مشكلات نمو، مشكلات استقبال، فبالتواصل مع المشرفين والتواصل مع الأسرة لازم نحاول نغير في هذا الطالب من البداية عشان ما نتفاجئ في آخر العام. رصد الإتقان هو تقييم تقدم التلاميذ أو التلميذات نحو تحقيق أهداف أو مهارات مستهدفة على مدى قصير، متابعة إتقان التلاميذ لسلسلة من الأهداف التعليمية المرتبة هرميا، يعني من البسيط للأعلى. إجراء رصد الإتقان أثناء العام الدراسي يصب في تقييم الهدف النهائي للعام الدراسي كله. يعني أنا بسوي رصد الإتقان كجزء من التقييم، لأن رصد الإتقان هيساعدني فيما بعد في التقييم، هيرفع لي كل المستويات. رصد الإتقان الهدف منه وضع المعلم يده على نقاط الضعف في فصله ليعالجها في وقتها حتى لا يتأخر عنها. التقييم بيجي فيما بعد لتقييم أداء الجميع كمعلم وكطلاب. رصد الإتقان يحدث عندما يقدم المعلم أو يقوم المعلم أو يقيم المعلم باستخدام تقييمات موجزة على فترات منتظمة. الغرض تحديد مدى تقدم أو إتقان التلاميذ للمهارة المحددة، تصميم مداخلات تدريسية أكثر فعالية. يعني هنا يأتي قرار المعلم، تصميم مداخلات. يجي مداخلات يعني راح أغير شيء معين. أنا تفاجئت إن في خمسة في الفصل ما أتقنوا المد مثلا بالالف والواو والياء، هنا لابد ان اغير، اخذ قرار جديد، اغير من طريقتي، اقدم شيء جديد للخمسه ذول مثلا تعاون بشكل فردي. لقيت عدد كبير من الطلاب مثلا 10 من ال 20، لا هنا لابد من اخذ قرار اخر، وهو مثلا اعاده شرح الدرس مره ثانيه، تقديم وسائل مختلفه وهكذا. ورصد الاتقان بيؤدي في النهايه لتحسين تحصيل التلاميذ والتلميذات. يتم قياس التقدم عن طريق وضع مجموعة من المهام تستخدم كمؤشرات لإتقان التلاميذ والتلميذات لمهارة أو تعلم محتوى معين. مثال في القراءة، عدد الكلمات التي يقرأها التلاميذ في الدقيقة الواحدة، ويستخدم كمقياس لكفاءة التلاميذ. يعني أنت بتقيم رصد إتقان الطلاب في القراءة، فأنت بتحدد عدد كلمات في الدقيقة، هذا في صف أول وثاني وثالث. بتكثر طبعا عدد الكلمات كل ما ارتقى في المستوى، يعني صف ثاني غير صف ثالث غير صف أول. لو أنت بتقيم أو بتقيس إتقان الطلاب للقراءة بتحدد مجموعة كلمات في الدقيقة الواحدة، وتشوف الطلاب هل الجميع قرأها، قرأ الكلمات في دقيقة، اللي أخذ أكثر من دقيقة يكون عنده إشارة من المعلم أن هذا يحتاج معالجة، اللي ما قرأها ما وصلها انتهت الدقيقة هو ما خلص كلمات، وواضح عليه أنه ما راح يخلص حتى لو أخذ خمس دقائق، لابد من الإشارة عليه أن هذا يحتاج قرار آخر من المعلم عشان يعالج هذا القصور لدى الطالب. ما على أي شيء يجيب رصد الإتقان؟ سريع آخر شيء عشان ما أطول عليكم، على أي شيء يجيب رصد الإتقان؟ هل يحقق التلاميذ والتلميذات الأهداف قصيرة المدى الموضوعة؟ هل تم تحقيقها؟ زي شكل الحرف، اسم الحرف، المد، المقطع الساكن، شيء وقتي في الآن، مهارة فرعية أو مهارة جزء يعني، وليس تقييم شامل على درس كامل. هل يحقق التلاميذ والتلميذات تقدما مقبولا في إتقان المهارات المستهدفة؟ هل التدريس الذي يقدمه المعلم داخل الفصل يحتاج إلى تعديل، تغيير، قرار يعني بسميه في الآخر قرار، قرار المعلم بعد إجراء رصد الإتقان. رصد الإتقان هيكون كيف طريقة رصد الإتقان؟ هي ورقة عمل فيها الأول صوت أصوات الحروف، يتعرف الطالب على صوت الحروف في البداية، يكتب الحروف بأصواتها رقم 2، الثالثة، الرابعة يقرأ كلمات أو ولتكن نفس الكلمات، يعني يمر المعلم على الطلاب ويقرأهم الكلمات في الحصة ويقيم ويعطي درجة،
الأخيرة ممكن يضع تحليل للكلمات، أو أنه يدخل الشمسية والقمرية على الكلمات، اللي هي المهارات اللي بيتميز فيها الطلاب المتميزين في آخر اللي رصد الإتقان، ويوزعها على جميع الطلاب، ويتابع طلابه اللي أخفق يسجلوا عنده ويعمل تصنيف للطلاب، ويتعامل مع الطالب الذي يحتاج إلى المساعدة بعد إجراء هذا الرصد للإتقان. وأنا سعيد جداً أني معكم، شكراً لكم يا إخواني وأخواتي، وأنا أسعد أكثر إذا كان فيه أي استفسارات أو أي شيء. بارك فيك يا أستاذ موسى. الله يبارك فيك يا أستاذ، جزاك الله خير، وجزاكم الله خيراً جميعاً، سعدت بكم، ومن لديه أي استفسار يتفضل مذكوراً بالاستفسار. السلام عليكم. أو أي شيء. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ موسى، أحياناً مدرسو الصفوف العليا يعانون من مشكلة بعض الطلاب الذين لم يتقنوا مهارات الصفوف الأولية، فكيف نعم. سيتعامل المعلم نعم. مع هؤلاء؟ والله يا أستاذي، هو البرنامج ذا يعني تم تعميمه بالفعل على الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث مع تغيير المهارات، يعني مع يعني المعلم لما يتدرب على البرنامج الصوتي يكون معلم صف أول أو معلم صف ثاني أو معلم صف ثالث، فبيكون عنده علم بطريقة الصوتية وتقديمها للطالب، فبالتالي لو هو بيدرس صف ثاني أو ثالث أو حتى رابع وخامس وسادس وعنده علم بهذه الأمور يستطيع الاستفادة منها. لبعض الطلاب اللي حضرتك سميتهم الطالب الضعيف ذا اللي عنده مشكلة في النطق ذا، يتعامل معه بشكل فردي من خلال المقاطع، إذا يضع يده المعلم على نقطة الضعف لدى الطالب ذا ويتعامل معه ببرنامج خاص بالاستفادة من وما في مانع. أنا أعتبره كصف أول برضه، يعني المرحلة اللي أنا بجلس معه فيها دي أعتبره بالضبط. كصف أول بالضبط بالضبط، بتعامل معه كصف أول وبعطيه مهارات بدلا من أني أتركه نهائيا أدرس صف سادس. ما أتركه، كيف أترك طالب ما يقرأ عندي في الفصل؟ لا، دوري كأمانة إن أنا أتعامل معه كطالب صف أول كما تفضل أستاذي، أتعامل معه كصف أول عادي جدا، أعطيه الأصوات بالفتح. إذا ما كان يتقن هذه المهارات لازم يتقنها، لأن مهارات ما تم التدريس له في البداية بطريقة صحيحة، يعني هذا الطالب قد يكون مظلوم لأنه لم قلنا هذا كله من اليوم الأول وإلى اليوم الثاني من رصد إتقان وتقييم والوقوف على نقاط الضعف أول بأول. إذا هذا الطالب صادف من البداية اهتمام بهذا الشكل، لا يمكن أبدا أن يصل إلى صف خامس وهو لا يقرأ ولا يكتب، فهو الطالب مر بظروف غير صحيحة. لذلك تداركا لهذا الخطأ نحن نتعامل معه فعلا كطالب صف أولية، وندرس له كل المهارات اللي فاتت سواء كان مد أو أصوات الحروف أو تحليل الكلمات إلى أصوات. وأنا شايف أن التحليل رأيي الشخصي هو مستوى وسط لجميع الصفوف، يعني حتى لو كانت العليا، تحليل الكلمات يعالج لدى الطالب القصور لأنه يفتت أو يقطع الكلمة إلى أصوات، وبالتالي يعرف طبيعة الكلمة أنها أساساً الكلمة عبارة عن مجموعة أصوات، فكأنك تقدم للطالب هدية من خلال التحليل، تهديه طريقة القراءة الصحيحة وطريقة الإملاء الصحيح، وبتخفف عنه عناء تعلم القراءة والكتابة في الصف العليا لو تعاملت معه عن طريق التحليل. يعني بمعنى إجمالي أكثر له من التحليل الصوتي ودمج الأصوات وتكوين كلمات. جزاك الله خيرا. وإياك أخي الفاضل. أي استفسار يا إخواني؟ في سؤال، كيف نعالج مشكلة الضعف لدى طالب في هذا هو نفس السؤال أستاذ محمد، حضرتك اللي سألت السؤال في الشات أو كان سؤال من أحد آخر. نعم يا أستاذ، جزاك الله خير على هذا السؤال، مهم جدا جدا هذا السؤال والإجابة عليه، أرجو أنها تكون وافية يعني للتعامل مع الطالب الضعيف. مشكورين إخواني الأعزاء، شكرا لكم، ونفع الله بكم وبي، وحقق أهدافنا مع طلابنا، هم ثمرة قلوبنا وثمرة قلوب آبائهم وأمهاتهم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام وبركاته. شكرا أستاذ موسى، بارك الله فيك. وإياكم، مع السلامة.